فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي مطعم وقد استخدمت عاملا وتعاقدت معه على أن يشتغل كل يوم 5 ساعات. عنده؟ عندي مطعم وقد استخدمت عاملا وتعاقدت معه على أن يشتغل في كل يوم 5 ساعات، ولكن إذا قل الزبائن هل يجوز لي أن آمر العامل أن يخرج من العمل مبكرا قبل 5 ساعات لكي أدفع له أجرة أقل؟ حسب ما تتفقان عليه، إذا اتفقتم على هذا فلا بأس، مسلمون على شروطهم، إذا اتفقتم على هذا فلا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.